السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي الطلبة والطالبات. عدنا لكم بحلقة جديدة لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، وحلقتنا اليوم بعنوان أنواع النظام البيئي. في هذه الحلقة سنتعرف على الدروس التالية: ما هو النظام البيئي؟ ما هي أنواع الأنظمة البيئية؟ كما أننا سنتعرف في حلقتنا لهذا اليوم على المفاهيم التالية: النظام البيئي هو مكونات حية وغير حية تتفاعل فيما بينها بشكل مستمر. الأنظمة البيئية تنقسم إلى أنظمة بيئية مائية وأنظمة بيئية على اليابسة. هيا لنتعرف على الدرس الأول. الدرس الأول: النظام البيئي. هل سمعتم يوماً يا أصدقائي بمصطلح النظام البيئي؟ أنتم بالتأكيد تتساءلون. كونوا معنا في هذا الدرس لتتعرفوا على هذا وأكثر مما يتعلق بمفاهيم البيئة من حولنا. النظام البيئي. النظام البيئي هو المكونات الحية والأشياء غير الحية والتي تعمل فيما بينها بشكل مترابط في منطقة ما. لاحظوا هذه الصورة. والآن لنتعرف معا إلى الأنظمة البيئية في هذه الصور، ونعدد بعضا من العناصر المشتركة فيها. في الصورة الأولى، ما هذا النظام البيئي؟ هل تعرفون ماذا يسمى؟ نعم، أحسنتم، إنه الغابة. والصورة التالية، نعم، النظام البيئي المائي. أحسنتم، أنتم رائعون. أما في الصورة الأخيرة فنرى النظام البيئي للصحراء. ما هي بعض العناصر المشتركة يا ترى بين هذه الأنظمة البيئية؟ هل فكرتم بذلك؟ لأن الكائنات الحية تحتاج إلى مكان تعيش فيه، فهي تستفيد من مكونات النظام البيئي الحية والغير حية. في الصورة الأولى نرى أن هناك الكثير من الطيور تبني أعشاشها على الأشجار، كما أن بعض الحشرات والزواحف تحتاج للتربة لبناء مساكنها. أيضاً في الصخور قد تلجأ بعض الحيوانات لاستخدام الصخور كمأوى لها. وبالتأكيد في الصورة الأخيرة نرى أن بيئة الماء فيها مأوى لكثير من الكائنات الحية. تحصل الكائنات الحية على المأوى من الأشجار والتربة والصخور والماء. نرى الآن يا أصدقائي كيف تستفيد الكائنات الحية من النظام البيئي. لأن النظام البيئي يوفر احتياجات هذه الكائنات من الماء والهواء والغذاء، تماماً كما تلاحظون في هذه الصور. أمثلة على التفاعل بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية في النظام البيئي، لاحظ الصور التالية أو الصورة التالية لتتعرف على بعض أنواع التفاعلات المستمرة والتي تحدث باستمرار بين عناصر النظام البيئي. فمثلاً لو أخذنا السنجابة والحشرات تساعد في نشر البذور. الأشجار تحتاج إلى من ينشر بذورها لتتكاثر وتنمو. أيضاً الماء والرياح تساعد الأشجار على انتشار البذور. إذن ليس فقط الكائنات الحية هي من يساعد هذه الأشجار. هناك أشياء غير حية تتفاعل في النظام البيئي كما ترون في هذا المخطط. برأيكم كيف أستفيد أنا وأنتم من النظام البيئي الذي نعيش فيه؟ نحن أيضاً نحتاج الأشياء الحية والغير حية الموجودة في نظامنا البيئي، وأيضاً نحتاج إلى الرياح والتربة وضوء الشمس. يستفيد الإنسان من العناصر الموجودة في نظامه البيئي والمحيطة به. فمثلاً
نحن نحصل على الغذاء اللازم لننمو ونكبر ولتستمر حياتنا من النباتات وبعض الكائنات الحية، كما أننا نتنفس الهواء المحيط بنا. نحن نحتاج بالتأكيد الماء الذي توفره لنا الأنظمة البيئية لنشرب ولنغتسل. توفر الأنظمة البيئية لنا مكونات منوعة نستخدمها لنصنع المنازل والمساكن والمصانع والأشياء التي نحتاج ونعيش فيها. ماذا تعلمت؟ لقد تعلمنا في هذا الدرس أن النظام البيئي هو مجموعة من العناصر الحية وغير حية تعمل بشكل مترابط فيما بينها في منطقة ما. يوفر النظام البيئي للكائنات الحية عناصر مهمة كالغذاء والهواء والمأوى. أيضاً يستفيد الإنسان من النظام البيئي. هناك تفاعل مستمر بين مكونات النظام البيئي الحية وغير الحية. أمثلة على العناصر الحية، نحن نرى في النظام البيئي عناصر حية كثيرة ومنوعة مثل النباتات والحيوانات. أمثلة على العناصر غير الحية، من العناصر الغير الحية الموجودة في البيئة هي الهواء والماء والتربة والصخور. أسئلة تقويمية، لقد وصلنا لهذه الفقرة، نعم، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أولاً، اختر العنصر الذي لا ينتمي للمجموعة التالية. يجب عليكم التفكير جيداً، أي عنصر لا ينتمي لهذه المجموعة؟ ثانياً، اشرح كيف يستفيد الإنسان من النظام البيئي. هل فكرتم بذلك؟ نعم، إنها الأشجار. العنصر الذي لا ينتمي للمجموعة التالية هو الأشجار. لماذا؟ لأن الأشجار عناصر حية. أما السؤال الثاني فإجابته ستكون كالتالي: يحتاج الإنسان إلى مكونات النظام البيئي الحية والغير حية ليعيش، فنحن نحتاج الهواء لنتنفس ونحتاج الماء لنشرب، كما أننا نستخدم الكثير من المواد التي توفرها لنا البيئة للصناعة ولبناء المنازل. بالتأكيد نحن نستفيد مما توفره لنا البيئة للغذاء والاستمرار. والآن سأنتقل معكم للدرس الثاني في هذه الحلقة: ما هي أنواع الأنظمة البيئية؟ سنستكمل الآن هذه الحلقة مع أنواع الأنظمة البيئية. الأنظمة البيئية تختلف من منطقة لأخرى بالمكونات التي فيها من كائنات حية وأشياء غير حية. الأنظمة البيئية متنوعة ومختلفة، بل وأنها أحياناً شديدة التباين، حتى أنها من دولة لأخرى سنجد اختلافاً كبيراً بشكل لافت بما تحتويه من مكونات وكائنات حية وأشياء غير حية. لو أخذنا مثلاً دولة الكويت وأستراليا، هيا لنشاهد معاً ولنقارن بين النظام البيئي بدولتنا الحبيبة الكويت والنظام البيئي لأستراليا. Thank you.
والآن لنتعلم أكثر عن كلا النظامين البيئيين، النظام البيئي المائي والنظام البيئي على اليابسة. سأبدأ معكم أولاً بالنظام البيئي المائي. يغطي النظام البيئي المائي 71% من سطح الأرض. ينقسم هذا النظام إلى 3 أنواع: المياه العذبة، والمياه الانتقالية، ومياه البحر. البحيرات والبرك والأنهار. البحيرات والبرك والأنهار والجداول المائية والأراضي الرطبة جميعها يطلق عليها نظام بيئي مائي عذب، كما تشاهدون في هذه الصور الجميلة. المياه البحرية المالحة. تغطي الأنظمة البيئية للمياه البحرية والمياه المالحة أكثر من 70% من سطح الأرض، منها الشواطئ والشعاب المرجانية والمحيطات. ما أجملها من صور، وما أجمله من نظام بيئي. 3. المياه الانتقالية. المياه الانتقالية تلتقي في هذه الأماكن المياه العذبة بالمالحة، ومنها مصبات الأنهار والأراضي الرطبة. ثانياً، النظام البيئي على اليابسة. النظام البيئي على اليابسة يا أصدقائي يصنف وفقاً لنوع الأرض أو للمواصفات الخاصة بالمنطقة على اليابسة إلى 3 أقسام: الغابات، الصحراء، الجبال. أولاً الصحراء. الصحراء هي مناطق شاسعة وممتدة وكبيرة، بالتأكيد قد زرتموها يوماً ما. تتميز بارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، كما أن الحرارة ممكن أن تنخفض بشدة في بعض الصحاري الجليدية التي يتواجد فيها القليل من النباتات والحيوانات. ثانياً الغابة. تتميز الغابات بالكثير من النباتات والأشجار الخضراء الكثيفة المتشابكة، وتكثر الحيوانات فيها وتتنوع. في الغابات بيئات دائمة التغيير. ثالثاً الجبال. الجبال هي تلك المناطق الجبلية المختلفة الارتفاعات والمنحدرة ما بين المروج والوديان. ماذا تعلمت؟ لقد تعلمنا الكثير في هذا الدرس، هيا لنراجع ذلك. النظام البيئي المائي. يغطي النظام البيئي المائي 71% من سطح الأرض. المياه العذبة هي البحيرات والأنهار والبرك والجداول والأراضي الرطبة. أما المياه الانتقالية فهي تلك التي تلتقي فيها المياه العذبة مع المياه المالحة عند مصبات الأنهار والأراضي الرطبة. المياه البحرية. المياه البحرية تغطي 70% من سطح الأرض، ومنها الشواطئ والشعاب المرجانية والمحيطات. أما النظام البيئي على اليابسة يا أصدقائي فهو أيضاً ينقسم إلى 3 أنواع: الصحراء، وهي مناطق شاسعة ممتدة تندر فيها الحيوانات والنباتات وتتميز بارتفاع درجات الحرارة. أما الغابة فهي تتميز بالكثير من الأشجار الكثيفة، وهي نظام بيئي دائم التغيير. الجبال تضم المناطق الجبلية المختلفة جبالاً مختلفة الارتفاعات، وتتنوع ما بين المروج والوديان والقمم. لقد وصلنا لفقرة الأسئلة التقويمية، هيا لنفكر. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: تعتبر الجداول والأنهار من النظام البيئي المائي العذب، أم النظام البيئي المائي الانتقالي، أم النظام البيئي على اليابسة، وأخيراً النظام البيئي المائي البحري، أيهما يا ترى؟ أحسنتم، بالتأكيد إنه النظام البيئي المائي العذب. أيضاً السؤال الثاني: علل كثرة الحيوانات في نظام الغابة. نعم، أنتم تعرفون تكثر الحيوانات في الغابة وتتنوع بسبب وفرة مقومات الحياة التي تساعدها على العيش والتكاثر في الغابة، كتوفر الماء والغذاء والأشجار. إنها سبب
قوي لتزداد وتتكاثر. والآن فلنراجع أسماء دروس اليوم التي تعلمناها في هذه الحلقة. لقد تعلمنا الدرس الأول ما هو النظام البيئي، ثم انتقلنا إلى درسنا الثاني ما هي الأنواع الأنظمة البيئية. وقبل أن أودعكم يا أصدقائي، سأنتقل معكم إلى فقرة تحدي الأبطال، فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. هل يمكنكم عمل لوحة توضح التفاعل بين العناصر الحية والغير حية لأحد الأنظمة البيئية التي تعرفتم عليها من خلال درسنا لهذا اليوم؟ بالتأكيد أنتم تستطيعون، فقط حاولوا. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة لكم مني أجمل تحية ومن طاقم العمل. شكراً لكم.